شو شباب تصوير؟ يا كارلا وينك؟ بدنا نبلش. نعم نعم انا هون. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم برنامج طوشي ولوشي. هلا خليني امرق عندي تصوير الفقره الجايه. معقول تصوري الفقره بدوني؟ حبيبتي شو خصني انا، هن هيك قالوا لي. يلا عم بعيطولي قولي لهم بدي صور الفقره معنا. هلا يا حبيبتي خلص، هلا خليني امرق. لا ما خليكي تمرقي. ها يا علينا. لكن هلا ما بدي اتخانق معك، خليني اروح صور. وليك كنت عم بمزح معك، خلينا نشوف المقلب نيناتنا سوا. ثقيله حبيبي. الكبستين مع بعض، الكبستين مع بعض. اثنين؟ ايوه هدول. بسهم وعود بالسيارة لحالها بتطلع. بدك تكون قاعد وكابسهم بنفس الوقت. جات السيارة وكابس؟
الحياة فيها كتير مفارقات، الواحد بيفكر حاله طالع بيكون نازل، بيفكر حاله رايح بيكون راجع، وأوقات بيعملوا فينا مقلب، بس ما لازم نزعل، لازم ناخدها بمزح. فيك ما تخبط هيدا؟ طفيلي هالسيجارة بدي. أوكي. الله كبير. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ضمن هالبرنامج اللي هو عبارة عن طب أنت بدك تصوري يا ما بدك تكتبي؟ حضرتك شو بتشتغلي؟ أوكي تركي الكتيبة لبعدين، عملي معروف يا عم، احترموا شغلكم يا عمي. طيب بقولوا لي ليش بتعصبي؟ أما ضيف حلقتنا لليلة فهو الممثل أيمن بيطار. أهلا وسهلا فيك أيمن. أيمن كان مبارح. نعم محمود أرفل. أوكي سوري لأني معصبة. أما ضيف حلقتنا لليلة فهو الممثل محمود أرفلي. قد عمرك محمود؟ 34. 34 سنة بس؟ شو دارس؟ يا ما متعدى على مهنة التمثيل. لا هو في كتير متعدى، أنا مش متعدى على. ليش عم تحكي على غيرك؟ احكي عن حالك. ما أنت اللي بلشتي. أنت اللي بلشت. هلا قل لي شو دارس؟ التيت موجود يعني بالآخر. نعم؟ الشريط موجود يعني مين اللي بلش متعدي وما متعدي. طب هوني مين اللي بلش؟ طيب بعتذر إذا أنا بلشت. أوكي تفضل كمل. خريج فنون 93. الأول على الدفعة. معي هاير ناشنال دبلومة إثنيك ميوزك من لندن، معي MFA من لندن، ماسترز أوف فاين. مين عمل لك واسطة لطلعت الأول؟ والله ما حدا عمل لي واسطة. إيه بس زميلك أيمن قال إنه أنت كنت كتير كسلان، وكانوا أهلك كتير يدفعوا مصاري كرمال يطلعوك ويبرزوك لدرجة إنك طلعت الأول. كانوا كتير ناس مقهورين من هالشيء إنه هني عم يدرسوا وأنت لأنه أهلك دفعوا مصاري. بتصور أيمن بيكون هو اللي عنده المشكلة مش أنا، يعني أيمن اللي هو هيك كسلان كتير وأنا مش اللي ما كنت كسلان أساساً. أيمن بغير دفعتي يعني ما كان مش نفس البروموسيون أنا وأيمن. وليش هيك قال عنك؟ والله بدك تسألي أيمن. وانت يعني ليش عم تقول عنه كسلان لأيمن؟ مش زميلك؟ اذا هو قال عني هيك بقول عنه هيك يعني. العين وحدة بالعين. وحدة بوحدة. ايه وحدة بوحدة. غريبة يعني هالشغلة اني احكي عليه، ما هو حكي علي. انه ليش ما لازم احكي عليه وهو حكي علي. هلا هو حكي عليك؟ ما انت قلتي لي هلا بعدك. انا ما قلت شي. طيب بدي اقول لك شي. انه انت ادعيت وقلت انك الاول بالتمثيل على دفعتك. هلا رح اعطيك عده حالات بدك تمثلها قدام الكاميرا لتثبت لي انه عن جد شاطر بالتمثيل. ارتجال صارت. ايه؟ قولي. تلقيت خبر كتير حزين، موت حدا قريب منك. يلا مع الكاميرا. بقول لي ايه مع الكاميرا. لأي تلفزيون؟ مقابلة لأي تلفزيون؟ لعدة محطات وحياتك. لا لمين يعني لمين؟ نعم؟ بالدرجة الأولى لمين؟ ما معقول قلتوا لي محمود أرفلي رايق ومدري شو؟ تفضلي. طلبوا مني أنا رقعة هيك مقابلة صراحة يعني. شو في ذكرى يلا هيك عم بسأل. اوكي شو في شي ذكرى بتتذكرها بحياتك؟ ها منيح يلا عيش بهالنعمة. ذكرى بتتذكرها بحياتك يعني مريرة قصدك يعني مرة ولا حلوة مثلا ولا شو؟ مثلا بدك ايه مهم نخلص يعني امر ذكرى واضرب موقف علقته بحياتي. انا عندي تنبع عندي تنبؤ شركة محترمة. ايه بالاخر بيجيبوا بالاخر مذيعة تعمل معنا المقابلة او العفوية حجتك يعني حجة عفوية. شو هالتهجم هيدا؟ بطلب له الدرك؟ لا اطلبي امن الدولة فرد برا.
خلص. بده ساعة ليصحصح شوي. قول باي للكاميرا. باي. اوكي خلص. شو الله يبهدلكم. نهلا بتعرفي هاي شو؟ هاي؟ ما هيك، هاي شو؟ هاي دائرة. لا خمسة دائرة. نو هاي خمسة دائرة. أنا بقول خمسة. شو هاي رح نتخانق؟ صار بدنا حكم. ومين هالحكم؟ زياد. زياد؟ إيه ليش في غيره؟ مش هو بهالايام صاير عم بيعمل برامج مسابقة؟ نتعرف على الاستاذ نزار رضي الدين بعقلين شوف لبنان. اهلا وسهلا فيك استاذ رضوان القنطار. اهلا وسهلا. منين؟ من سوريا. اهلا وسهلا. يعني في عنا مجموعه اسئله ببرنامجنا بنطرحها عليكم. السؤال الاول بيقول لحضرتك طبعا، اليابان مجموعه من الجزر في جزيره غرب طوكيو. فيها جزيرة غرب طوكيو، الناس بيناموا قبل بساعتين عن الجزر اللي شرق طوكيو. شو اسم الجزيرة بس إذا بتعطيني؟ ما بدي أقول لك شيء، بدي أقول لك بس بلبنان أنا بعرف ضياع كثير، ما بعرف جزر باليابان وبالصين وما بعرف. هاي ما بعرف. يعني ما بتعرف هذا السؤال. طيب نسأل الأخ السؤال. أستاذ رضوان، مدينة طرابلس مدينة لبنانية. أين تقع؟ البحر الأسود أم الأحمر أم الأبيض؟ على اللحم البحر الأحمر المتوسط. على البحر الأبيض المتوسط. مظبوط. ممكن تعطي جائزة أستاذ؟ 5000 درهم. أهلا وسهلا فيك. الأسئلة اللي عم تسألني إياهم لإله جدا سهلين، بينما الأسئلة اللي عم تسألني إياهم لإله كثير صعبة. يعني تسأل لي مثلا أي يوم خلق قرص؟ أنا بعرف إذا بدك. هو بيعرف يعني أيه؟ ممكن معلوماته عن ارسطو كثير. طيب يعني انا شو بساوي يعني؟ لا لا يعني انا حاسس انه الاسئله اللي كثير صعبين بس اياها مش اكثر يعني. طيب هلا بسهل لك يا سؤال للاستاذ. الكرمه فاكهه، هل هي العنب ام التفاح ام البطيخ؟ لا هي العنب. صحيح. اعطيك الاستاذ كمان. أنا أستاذ عفواً لو بدي أتدخل، بتمنى تكون الأسئلة كمان تبعه سهلة. لا لأنه أنت بتسألني عن الكرمة، في شيء عنب يعني. إيه عرفت كيف؟ ما كل العالم بتعرف عنب. إيه كلنا بنعرف. بتسألني لإلي مثلاً عن سؤال إنه بتقول لي جزيرة كذا كذا وهيك، ما شوف المقارنة بالأسئلة بس. مزبوط؟ طيب. معي حق بالعروله؟ ما بعرف يعني، هو في أسئلة بجوز يعرفها. ممكن. ما بعرف. ممكن. أستاذي كم عدد القطع الإلكترونية بجهاز تلفزيون قياس 25 بوصة؟ يعني الآي سي. حسب. جديد. حديث جدا. سؤال. ما لألك شغلة مش سؤال هيدا. مثلا السؤال. ممكن انه شركة تحط 20 قطعة، ممكن شركة تحط قطعة أو قطعتين أو 100 قطعة. طيب ناقص زايد 10 قطع. ما في جواب. مهندس كهرباء. ايه. وممكن أعرف كم قطعة آي سي موجودة داخل جهاز التلفزيون؟ ما شرط المهندس يصلي. حتى انا كنت في فتره من الفتره اصلح. ايه بس ما ممكن اوصل لشكل معلوم. ليه ما احتاج احسبها اصلا؟ لا بحب اسالك اياها السؤال لك. ما في شيء انا اللي عم بحب اسالك اياها السؤال لك. بتعرف تجاوبه سهل؟ ما في شيء. لا لا اكيد اذا صانع ما بيعرف يعمل، ما بيعرف يقول لك كم واحد. لا ما معروف جهاز 20 بوصه معروف. لا لا ما انه منطق هذا. بس عشرين وقف التصوير. استاذ 20 بوصه ما في شيء. لا مش منطق مبين. لا لا طيب استاذ رضوان. لا معلش سؤال. لا وقف تسمع معلش خلينا نساله. طيب يعني انت ما بدك انت تربح هو يربح؟ لا اكيد بس طيب استاذ هل ممكن بركي يعرفه هو؟ ما في شيء. انا بس حدد لي نوع الجهاز عفوا. نوع الجهاز 20 بوصه 47 قطعه اي سي بجهاز ال 25. صحيح. مظبوط. كانوا من نصيب. اعطيته الجواب حضرتك يمكن. بعتقد انا شفتك تنتمت شوي معه. لا 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 شكرا للاستاذ تنتم اللي اعطاه مصاري تنتم.
طيب لا كل حال هلا خلينا نسال لك سؤال ورا عم تسالوا اسئله بيخه يعني سالتوا اسئله لبناني مين ما بيعرف وين طرابلس مهم توقع طرابلس ولا ما بعرف على البحر المتوسط ايه اوكي تمام انا بقول لك هلا هو حزم دمشق بقول لك وين دمشق على اي بحر سالني وين اليابان وين الجزر باليابان وين ما بعرف شو طيب اسالك سؤال سهل لا معلش خليني اسالك سؤال سهل بدي خليك تضبط انا في تمييز هلا في اي يوم سؤال انا مش في اي يوم مصاري لحظه استمتع خليني اكتب بس سؤال ما عم فكر انا بمصاري بس عم فكر بلا اسئله اكثر اياهم بيخه كم يوم انو اسئله بيخه لالو اسئله طب حاسالك لك سؤال سهل كثير نعم حبيبي كيلو الفستق نعم عدد حباته 1370 1355 1321 ما ممكن يصير يعني ابو الفستق نفسه ما يعرف هذا العدد شيء يعني كيلو فستق كيلو جرام 1000 جرام اي ابو الفستق نفسه اللي بيبيع فستق ما يعدهم ترينا لحظه يا استاذ انت استاذ رضوان بدي اسالك سؤال تفضل حبات الفستق كيلو الفستق مالح العادي 1370 1355 حبه 1320 1320 حبه صحيح هذا السؤال اصلا لي مو له انت اعطيته سؤال زياده لك ايه بس انت ما حزرته هو حزره لا بس انا توجهت لي من اسئلتي لك يا اخي طيب انا مو ذنبي لا سالتني انا جاوبت باخذهم معلش طيب خليني اسالك سؤال ما لي علاقه انا سؤال لي يوجهه باخذه في اي في كم يوم استغرق تصوير فيلم تايتانيك لك انا حاضر فيلم تايتانيك من اوله لاخره بس ماني سائل هالسؤال كم يوم سهل مصور كم يوم اخذ تصويره سهل ما في شيء سهل ما في شيء قل لي مين مثل سهل ما في شيء قل لي شو صار كيف مثلوه حضرت لانه البروجرام تاعوله حضرت بس سهل سؤال سهل ما في شيء حضرت ال بس سؤال ما باين له نهايه يعني ليش استاذ بليز انا موقف استاذ لك السؤال انا موقف القلب موجود على اليمين مع اليسار انا شيء القلب موجود على جهه اليسار استاذ خلينا نكمل معك لا حد يضرب حاله انت مقتنع بمستوى الاسئله اللي بتطرحها طيب حاسالك مثل ما بس برج ايفل وين وبيوم ولد ارسطو هلا حاسالك سؤال ثاني سهل بتصور مو صعب ها ماشي استاذ سؤال طوشه ولوشه شو معناته معلش انا ما اسرح زي ولا اي سؤال على هالسؤال ولا اي سؤال بس انا بعطيك 5000 ليره لو بتعطيني 10000 شو معناته طوشه ولوشه لو بتعطيني 10000 بتعطيني 15000 ما 20000 انا قال لي استاذ طوشه ولوشه خليك ماشي انا سالني استاذ قال تحب تشترك مسابقه قلت له ايه ما انا هو حزم ما حكيت انا وياه قصه مصاري ولا كيف ربح ولا كيف طلع ولا كيف نزل بس بدي حابب ربحك انا ما بدي اربح سؤال حلو ما في شيء استاذ سؤال لطيف كثير لطيف ما بدي اربح يا اخي استاذ انا جاي لهيك فيز ايه؟ انه انا جاي لهون لحتى اكون كثير ريلاكس ايه؟ وانا بشغلي كثير هيك انا بدي اربحك شو اسمه والدته لنا باليوم جاي لحتى انبسط مش جاي لحتى اعصب استاذ بس انا حابب ربحك استاذ اذا بتريد انا حابب ربحك عن جد ما بدي اربح لو بتجيبني على اي سؤال طيب معناته كلمه طوشه ولوشه لو بتسالني اي سؤال بدك 10000 طوشه ولوشه بتعطيني 100000 ابدا وإذا كان ولا سؤال وإذا كان ولا سؤال وإذا كان برنامج له علاقة بالكاميرا الخفية معليش ما تواخذناها هي مزحة وهذا الشاب معنا جبتوه يعني هو جاي معكم لك هلا بدي يرجع لنا المصاري لكن هلا بدك لها أنت شكرا سيدي زهر شكرا ما تواخذنا والله ليش انطرونا وما تنسوا تحضرونا بحلقة جديدة من برنامج طوشي أو لوشي.